كما انفردنا سابقا في قناتكم زياش اند حكيمي لافرز، وأكدنا تواجد النجم المغربي والمهاجم السفاح العالمي عبد الرزاق حمد الله في مونديال قطر، بل تواجده أيضا في معسكر أسبانيا التحضيري للمنتخب المغربي في الشهر المقبل. اليوم وليد الركراكي أكد على كلامنا وأكد على تواجد عبد الرزاق حمد الله في المعسكر المقبل للأسود، كما أكد على تواجده في مونديال قطر. يا سادة يا كرام، وإليكم التفاصيل. اليوم خرج وليد الركراكي المدرب الجديد للمنتخب المغربي في تصريحات عظيمة، وطمأن كل الجماهير المغربية على تواجد المهاجم العالمي عبد الرزاق حمد الله في قائمة المنتخب المغربي في المعسكر المقبل. وأيضا أكد وليد الركراكي أن عبد الرزاق حمد الله سيكون المهاجم الأساسي للمنتخب المغربي، وسيقود المنتخب المغربي في المونديال في هجوم مرعب بجوار حكيم زياش الأسطورة المغربية، وأيضا النجم المغربي الآخر سفيان بوفال. أما عن معسكر أسبانيا، أكد وليد الركراكي أن المباراتين الوديتين أمام منتخبات تشيلي وباراغواي ستكون مفيدة جدا وبروفة رائعة جدا استعدادا لمونديال قطر، الذي أكد الركراكي أيضا أنه سيذهب فقط إلى المونديال من أجل تحقيقه والفوز به بلا أي شك لإسعاد الجماهير المغربية. المونديال مغربي إن شاء الله.